هادي ماشي. ها اشرحي لي الفكرة حتى اشرحها على الكاميرا. اوكي يا هاد هسه انزع الشحاطة ماتي وعلى راسك حبيبتي. شنو احنا وحنعطيها نقاط وشنو هالكلام هذا؟ هذا شنو هذا من راح يشيلنا مثل البارحة شو اسمه؟ هاي شنو هاي؟ شنو؟ ماما حبيبتي حبيبتي انتي من تجيبين واحدة مثل هاي غير تشي الحين بالصورة صح ايش تسوين حبيبتي ايش تسوين؟ لا بعدنا بابا حبيبتي بعدنا ما بعدين ايش وراك شنو هاي شنو هاي وراء الكواليس؟ يرا ايش فيك؟ يعني تعدليني امو شنو اني برنس والله يماني جاي تعدل لا دا عدل على مود الديكور ما التصوير برنس وليم اني برنس برنس وليم لو شنو والله حاط اطر حاط اطر هاي التسريحه مال علي بابا لا والله تخاف التسريحه مال علي بابا ما تروح تزين يعني اهلا وسهلا بكم احبائي طبعا جبل. مثل ما شفتوا نور فيري لو انرجي يعني ايه. فما اعرف يعني شلون هي يعني هي تلو كلها الاغاني الرومانسيه والاغاني كما تعترف بالعالم آخر يعني هسه راح أبدي الحلقة نعم. مرحبا حبايبي إحنا اليوم بما أنه قلنا لكم قاعدين بالبيت تدرون أنتم قاعدين بالبيت زين هي هاي شنو السماعة هي يعني وين تشتغل ما تشتغل بس يعني إحنا هو برستيج راح نسوي تحدي الكلمات يعني صدقوني ما ندري بها أبو أنس كتبها وراح هناك هي تشرح لنا على التحدي إي هو التحدي أنه كلمة قال لنا فإحنا لازم نلقى أغنية بعشر ثواني في خلال هذه العشر ثواني لازم نلقى الأغنية فمن تلقى الأغنية العداد يسكت وهي تغنيها وإذا فازت ولقت الأغنية قبل العشر ثواني تنحط لها نقطتين أما اللي يخسر فيخسر بس يراد إنه دوب أو فشي سماعة لا 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 سماعة ها سماعة أي. اللي يعرف الأغنية بالبداية يخمط السماعة يلا بس الكلمة الأولى هو إحنا حنفتهمها إن شاء الله سوية إن شاء الله نفتهمها سوية وكلتنا إن شاء الله بهاي المرحلة يعني أي راح تتشسم زين الأوراق بعيدة الكلمة الأولى الأوراق الكلمات ومن هو حيقول لنا هالكلمات إحنا نسحب اسحب نسحب أي اسحب عمياوي عطاشة رزقي العطاشة اسقي العطاشة تكرما مولاي تكرما بس الكلمة الثانية يا رب كلمة ثانية بالسحبة مو قلت لكم كلمات مو طبيعية فرحانين فرحانين بجيتك يا حلو فرحانين فرحانين وسعداء كلش بحضرتك يا ابو شهاب الزين يصير بس فرح ابو شهاب لا فرحانين هو انا قلتها هي هاي اغنيه وينك وينك انتوا سامعين اغنيه فرحانين هسه حغنيتها مره ثانيه واحد يختار الكلمه عطاشه فرحانين انت يعني لا 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 اصلا واحد بنتين بالاي لا اصلا والله كله من ورا وانا انا حداد وانا جيل الذهبي وانا اغاني المهرجانات والسؤال الثالث مدرستي مدرستي ما احلاها قلبي ملمع بهواها اقول البابا صباح الخير والبابا يا نور العين ردوا علي اثنين صباح الخير صباح الخير هي المفروض كلمات مثلا كل عقله مثلا الشفه حلاها الشفه ليلي شعار الحب النجمه القمر هاي غير كلمات اوكي سحبت اثنين بس هي هاي سحبتها بلدي بلدي ما احلاها اموت في هواها بلدي لمواضيها امي ما احلاها دقيقه امي دقيقه العدسه انا هذاك
بلدي يا بلدي كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي نظرة حلوة ونظرتين حلوة يا بلدي أنا ليك من كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول إن شاء الله قادم أحبها المشاهدين مستعدين لهذه المكالمة شارعنا شارعنا ضيق لا تفوت شارعنا ضيق لا تفوت تشوف رايك شو عليكم جيبوا والله خبرنا ابو انس اقول لك يعني ام كلثوم والله الجزائريه واحب السؤال القادم قبل ما تتصل ببابا والسؤال هو حبايبنا مو هذا قلنا انا قبل شويه لا حبايبنا مو قال قبل شويه لا فرحانين حبايبنا شلون حالتكم بعدنا والدهر عنكم بعدنا اذا كان انتو نسيتوا ترى احنا بعدنا 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 طبعا ماكو اغنيه اصدقائي وبعد العشره هذا وين عايش بس مثل الاغراب بس هاي لا يا صديقي مو اصدقائي لا يا صديقي هي لازم كلمه غير احبابي يلا غنوا للعروسة أحبابي أحبابي سمرة وجدايرها تسم السحر الخليج عيونها سحر الخليج عيونها يا بالعرس ما قدروا يوصفونها ما قدروا يوصفونها الله يا فو العرب دع العرب هي ذهب وسحر الخليج عيونها عيونها والسؤال القادم نتمنى ان يكون به الحظ والخير والبركه والسؤال هو موطني 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 لا حطيها النور والله العظيم ما تاثر عنها لا تاثر مو كالدنيا وهاي النقطه اللي انت ما تاثر عنها هاي انت الموضوع هاي مو تقولي هذا مثلا جاد جا مني او جاد يعطف علي كأنت ما اعطف علي ثاني ما اعطف علي كأنت يلا خلنا نقراها نغنيها يا ياج وحيده بها اغنيه موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء وفي رباك في رباك والحياة والنجاة والسناء والبهاء في هواك في هواك هل أراك سؤال قادم هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك الحمد لله هل أراك يعني كله كوستشن مارك إن شاء الله كوستشن إي والله بابا حبيبي يعني صدق انت يعني دمرتنا بالكلمات ابو انس تكتب معلمي ومدرستي يا مدرستي يا معلمي يا بس موطني الحمد لله موطنا كلمه واحده امي ما احلاها اشتاق لرؤياها أزعل لو راضيها وأحبها بخراها أوكي وشكرا السفيرة الدين يلا بابا كمل يا أمي يا أم الوفا يا طيب من الجنة مدينتي أهديها تتكلم على الطينة فرصة ثانية أمي أهديها الروح والدتي عندي الطينة أنت ايش تسمع أنت مو تسمع محمد دقيقة ما هو بس خليه جمعتنا بالحب أمي تريد تغني هي أبدأ أغني لأمي يزعل هواي على دريد طعم بالبعدة صبر منك يا يما الهوى أنت الهوى تجي يا بس ماما أسأل أنت تريد تغني هون هون هسه أنت من تسمع محمد عبد الجبار دقيقة يا أمي انت من تسمع محمد عبد الجبار يقول مدرستي ومعلمي مال انا بلياك وهاي يعني مثلا قول بلياك يلا فيرا بس كمل لنا ذني نشوف المصيبتين الباقيه يلا بعد ذني
حتى نسوي خيبة أمل للمتابعين. مزرعتي هاي مزرعتي لعبة مو تشتون تضمون دجاج وما شنو أتذكر بالعراق تلعبون مزرعتي قطتي بزيتي بزيونة وش حلو زوج عيونه يا يما طقطق الجدر كشفت البزونة نورة يا ملاكي يا حبي الباقي إلى الأبد ولا تزل يداكي أرجوحتي ولا أزل ولد عيناك ما عيناك أجمل لؤلؤتين أمي يا ملاكي وحبي الباقي إلى الأبد. طبعا راح نطلع لكم لقطات بالبداية قلنا لأبو أنس اكتب لنا كلمات ولاصها علينا كلمات هسه تشوفوها نطلع لكم مقاطع وهسه بدلناها سوينا على الانستغرام قلنا لهم دزونا كلمات ودزونا وكتبناها وقلبناها على نفس الأوراق بس من غير جهة وراح نسحب. أحبائي والسؤال الأول هو رمان يا نبات الرمان لا 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 على البدران حلي خصمان وين يا نبات الريحان يا نبات الريحان رجعها رجعها يلا ما أنا ما أعرفها ما الرمان شنو الرمان أنتي أنتي تعرفين لكم إيه شلشل علي الرمان لومي في زعلي حلو هذا الحلو ما ريده ودوني لأهلي او ماي جودنس. والسؤال هو أهلك أهلك ولا تهلك يا بعد الروح لا 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 أمي أهلك وين يا بيت الحبايب شافوا ضيم وتحملوا مصايب صبر أيوب يخلص من صبرنا شبدينا عالزمان المال صاحي بغدادي واسمك عراقي ويسلم لي هالشعب العراقي. أيوة والسؤال الثالث هو سلامات 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 أبعث سلامات قول الرايح للجاي أبعث سلامات. والسؤال الثالث هو أحبائي للجميع عيد 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 مكتوب أعيد حب هاي الليلة الناس معيدين لو انتو يا الليلة العيد بعيد مروا علي وانا حنين وانا قرنا قاريه مثل الحبايب يا غايب هاي يخسر هالمرة شايل ولدت بيدي وهنيت الكل بس اللي كتبها شوية الدار ركزوا لي عالدار شوية هوا 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 ماكو هوا من احنا مو سوا ظلمة بعدك حياتي يا بعد الهوا تنور تنور منور يا غالي نسمع لنا الهوى بالنظرة الواء اوكي بما انه اول شيء صار فيك انت هاي اغنية اثنين بس ما مساعدة غير اغنية فنحتبلها نقطة يا واحدة هوا صفة. يا هوى يا اللي طاير بالهوى في ممتورة طاء او صورة خذني من دنيا هوى أنا إن قلبي يكبر فيها الغربي ما تعرفني بلادي خدني 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 على بلاد. السؤال السادس هو أحبائي هاي بها بلادي
عشق بيها بلادي. الله عشق موت اموت بيك يا الغالي، ليش انت النفس مالي عشقك يا قمر عالي. عشق موت هامل كاتبة المختار. والسؤال السابع هو احبائي لهذه المرحلة المثيرة للشفقة، خلي 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 ولا خلي ولا انا وخلي تسامرنا وحكينا نزهه والبدر شاهد علينا ولا ذيب تنسى عبير الورد نشتم على شاطئ النهر جنا وغدينا انا وخلي انا وخلي تسامرنا وحكينا سهرنا بليلة قمرة ليلة عيد. احلى من يغني هاي الاغنية سامر الرائع سامر دي. اي سامر دي. السؤال الثامن هو شنو هاي؟ ما قلت لنا السؤال بنفسك. ما قلت لنا السؤال. وشلون وصفك وانت نرجس مو هيك لا وانت يا حلم يا ليلة من ليل بنفسج يا عذر عذرين يا شنهي وحبك الله يا شنهي وحبك يا 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 بنفسج. تسعة كلمات يلا. يسمعني حين يراقصني أيوة. كلمات ليست كالكلمات يوزعني من تحت ذراعي منعني نحن النبات والمطر الأسود في عيني أيوة. يتراقص يتنال تنزخات يأخذني ما هو يأخذني لمساء وردي الشرفة لمساء وردي الشرفة. أبوي يقول محتارين محتار. أبوي جاء منه كلمة محتارين بين نحب وبين نتوب بس ايش نقدر على المكتوب محتارين اللي يقدر ينسى حبابه منو يقدر جاوي تدري الوقت وقات غفلة هو من اشقاها الثاني لا صدق عقلت فتحت عشيد بالحسن متغاوي جاوانا وادي الحكي وتعاتبوا يا الحبايب الحبايب ست الحبايب طيب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي الله يرحم أمي يرحم كل الأمهات اللي خليك قادرة بهاي الدنيا يا أمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة يا أبوي إيش قاعد أغنية قطتي لا ماكو سوينا غير مرلي 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 ذا الوقت اسمح لك وتقدر وعسى يا ولد عاشق طبعا بالمناسبة يا سيدي عاشق هاي مسابقة مرلي توتر غلط طبعا اللي عم يسكتوا خلوا المفروض المفروض يا احبتي المفروض الكلمات تعليقاتكم عندكم انتم تصفونا داركم معموره خلاص سهل انه اول اغنيه المفروض فتكلمه سعدت رفعت داركم والدار عالي سوره تصعد الشرفة داركم والدار عالي سوره يا نور كلمات شويه تغنيها بعد انت شغله شاعر
قلبي مصور ماهر وعيونك اجمل صوره. انا ما سجلت النتيجه مالتي. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ حبيه اللي انت جاي تقول عليه. ايوه انت فديها نوع عيديها فبله معنى الحب. عيديها وحصير الحلقه طويله يمه. لا مو سوينا حلو سوينا لا حلو. لا ما سوينا حلو بعد كلمه واحده بعد ما سوينا. لا فيرو لا تزعل فيرو لا زعل زعل ما جيبوه جيبوه حلقتنا جيبوه شنو فيرو حلقتنا راح تخربطت راح يشرب ماي زعل زعل كريمة من بعد عين غريبة غريبة ديك غريبة من بعد عينك يا يما محتارة بزمانك مو لا بالمناسبة بالمناسبة هواية بعيد الأم بيهم فاقدين أمهاتهم وجوزهم وبعدهم أطفال فنغني لهم هاي الأغنية يلا هم خطية بعد فقدوا أعز غريبة من بعد عينك يا يما محتارة بزماني ياهو اللي يرحم بحالي يا يمه لو دياهري رماني بحاجيني يا يمه وفهميني يا يمه غريبة من بعد ذكرت بأمي بس شنو بده يصير؟ بس يلا سدوه الفيديو شنو بده يصير؟ هاي خطيتي هاي طبعا وهذا جنبيش يا ربي عيد ام سعيد وطبعا بكيت واقول لكم مع السلامه شنو وده يصير؟ انت كبرت يا معود روح نعيدها كلها عمي عمي هذا دزيت يا عيتي واحد واقف يقول لهم كلمات والكلمات مو رسل يلقوها حتى عندهم عداد دا يقول 10 9 8 عيدها عيدها كلها شنو هاي؟ شنو هذا اللي يصير؟ طيبك لين اسولك من يمك واحبابي نصناها دائما ككل شو اسمه حلقاتنا بالمسابقات بدون تحضير وضايجين لو تتقبلون من عندنا وتعذرونا هاي الحلقه تعذرون بينا احنا دائما حلقاتنا عفويه وما بيها فيك لو تشمرون علينا طماطه وبيض وحجار ومع السلامه.